العسل. اللهم يا رب الارباب يا عظيم الجلال يا من
أهل الكتاب يا سريع الحساب يا الله يا من إذا دنيا أجاب يا من ترزق من تشاء يا الله اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله متقائف عند المقبلين اللهم اغفر ذنوبنا اذكر كسرنا اذكر كسرنا واقلع ربنا في ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا الله يا الله يا واسع المغفره يا ارحم الراحمين على علينا هذا الشهر بخير ومنه التوفيق والبركات لا تدع لنا يا الله في شر هذا ذنبا الا غفرته ولا دليلا الا قضيته ولا كربا الا قضيته ولا عسرا الا يسرته ولا ولدا الا هديته ولا غائبا الا رددته ولا مديونا الا على يديه اديته ولا ميتا الا رحمته ولا رحم ميتا الا رحمته ولا تائبا الا قبلته ولا حاجه لك من حوائج الدنيا الا قضيتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر علينا سرورنا ربنا مسلمين وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم نجينا من الهم والغم والكرب العظيم اللهم نجينا من الهم والغم والكرب العظيم واجعلنا من الذين تجري تحتهم الانهار في جنات النعيم اللهم متعنا بالنظر الى نور وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر الى نور وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر الى نور وجهك الكريم اصلح دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اصلح دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم هذا حالنا لا يخطى عليك. وهذا رحمنا الظاهر بين يديك. وعلمنا بالإحسان إذ انفضت منك وإليك. إذ انفضت منك وإليك. إذ انفضت منك وإليك. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف النبي العربي بالسبع المثاني وخواتيم البقرة من بين الأنام وفضل آل عمران على الرجال والنساء بما وهب لهم من مائدة الأنعام ومنحهم بأعراف الأنفال وكتب لهم براءة من الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نجى يونس وهود ويوسف من قومهم برعد الانتقام وغذى إبراهيم في الحجر برعاب النحل ذات الإسراء فضاها كهف مريم عليه السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومولانا محمد بن عبد الله الذي هو طه الأنبياء وحج المؤمنين ونور فرقان الملك العلام فالشعراء والنمل بفضله تخبر وقصص العنكبوت الروم تذكر ولقمان في سجدته يشكر والأحزاب كأيادي سبع تبخر وفاطر ياسين لصفاته ينصر وصاد مقلة زمره تنزل الأعلام فآل حاميل بقتال فتحه في حجرات قافه قد ظهرت وداريات طوره ونجمه وقمره قد عطرت وأبصار معانديه في الحشر يوم الامتحان قد حصرت وأبصار معانديه في الحشر يوم الامتحان قد حصرت وصف جمعته فائز إذا أجساد المنافقين بالتغابر استعرت وله الطلاق والتحريم ومقام الملك والقلم فناهيك به من مقام ومقام الملك والقلم فناهيك به من مقام ومقام الملك والقلم فناهيك به من مقام وهو المزمل والمدثر وهو الملتمل والمدثر ويوم القيامة يشفع لنا صلى الله عليه وسلم في القيامة شفيع لنا